احنا نضمنه معناها انه ما يقعش يعني التزوير، ما يقعش انه ناس تضغط على ناس باش ترشح القائمة ذيك ضد الاخرى. نحن باش نلاحظوا باش نحسوا باش بالحق معناها الناس اللي دخلت واللي انخرطت في الحزب ذايا ان تختار القائمة اللي تراها صالحة، وهم يعرفوا رواح معناها في منطقة يعرفوا كل واحد مثلا يجاو ثلاثة من الناس يعملوا قوائم معناها كما نقولوا ثلاثة قائمات، الناس تعرف ان هي القائمة اللي تصلح، وهي انفا معناها باش تصير بالنسب معناها قائمة فيها كما نقولوا 50% الاخرى فيها 30% الاخرى 20%، دونك مش القائمة الرابحة باش ياخذوها الكل، ياخذوا منها 50% والاخرى ياخذوا منها 30% والاخرى ياخذوا منها 20% كما صاير في اللجنة العليا للانتخابات على المستوى الوطني معناها. وعلى مستوى المؤتمر التأسيسي كيفاش باش يكون شكل المؤتمر والقيادة اللي باش يفرزها؟ كيف باش يصير بالانتخابات فهمني، لكن طبعا معناها انه اذا باش تعمل زوز قائمات ولا ثلاثه معناها باش ياخذوا من كل قائمه باش يصير معناها مبدئيا توا ان باش يصير في رادس يعني في القاع المغطاه نتاع رادس، لانه عدد المؤتمرين باش يكونوا برشا، لانه اذا تحسب كل بلديه فيها 15 واحد وقع انتخابه احسب في 370 فقام قرابه 5000 5000 اضافه للحضور اضافه للضيوف معناها باش تكون معناها ضخمه ضخمه معناها باش يكون مؤتمر ضخمه واستعراضيه على ما يبدو. لا والله بون ما نجمش نقولها انا فما نوع من استعراض المعطلات السياسيه. هي معناها اي حزب يحس روحه انه عنده انصاره في كل بقعه وعنده برشا ناس بالطبع معناها اي حزب يحب ينجح المطر، هي حسب الحجم تاع الاحزاب، ثم احزاب ما تنجمش ما ينجموش بحكم معناها الانتشار وغيره حركة النهضة تنجم فهمتني معناها كل حزب كيفاش، لكن انت والظروف وقتها كيفاش باش تكون الامور مبدئيا باش يكون غاديك يعني بحكم العدد نتاع الناس